كده عشان في ناس يعني ليها طريقه معينه، يعني في يقول لك من تحت لفوق، في يقول لك بطريقه دائريه، دائرية. فنغسل سناننا زي الانسان حتى الطبيعي. بالنسبة لحد مش مراكب تقويم حاجة واللي مراكب تقويم حاجة طيب تانية. نقول الاثنين. طيب نقول الاثنين، بالنسبة للي مش مراكب تقويم الأول، هي الفكرة كلها في اتجاه اللثة، يعني بنمشي مع اللثة. مثلا لو الفك اللي فوق، احنا الفكرة كلها بنمسك فرشة الأسنان وبنركز على سنتين سنتين، ما يبقاش التركيز كله على الفك، لأن احنا ساعات بشوف واقف المراية كده كده على طول بالظبط. او لا لا، خلاص. هي الفكرة كلها الموضوع بيبقى عايز وقت شوية، اركز على سنتين سنتين تقريبا. الفرشه، عرض الفرشه تقريبا بياخد سنتين او اكتر، حاجه بسيطه. فاحنا بنركز على السنين، فرضا اللي فوق بجيبها من فوق لتحت، كاني بمشي من فوق اللثه لحد تحت. ده الجهه الخارجيه، احنا عندنا السنه فيها تقريبا 4 اسطح، فاهم كده؟ من جوه برضه نفس الاتجاه، بس اللي من فوق فوق لتحت. من فوق لتحت، يعني السنان اللي فوق تقريبا كلها من من فوق فوق لتحت، لتحت، ومن تحت من اللي تحت تحت، من لفوق، تحت من لفوق. تحت لفوق، من جوه ومن بره، زائد الدنتال فلوس. الدنتال فلوس اللي هو الخيط الطبي ده عشان بين الاسنان، لان الفرشه عمرها ما توصل لحاجه زي كده. طيب ده بالنسبة للإنسان العادي، مفيش بريسز ولا بالظبط. فيه أي حاجة. طيب واللي فيه بقى مركب على التقويم؟ البريسز الفكره كلها، احنا في وسيله مساعده، في فرشه تقويم بتبقى رفيعه كده وطالع منها شعر الفرشه دي عشان تقدر توصل للاماكن الصعبه، لان التقويم شويه هو عباره عن جهاز فيه اندركاتس كتيره، يعني ممكن تجمع اكل بشكل رهيب جدا. عشان كده لازم، مهم جدا بعد كل اكل فعلا، يعني ما ينفعش اللي هي مره قبل النوم، دي ما ينفعش في التقويم خالص. في ناس كمان بتغسل سنانها اول ما تصحى ويفتكروا ان هي دي اهم مره. اعتقد ان اهم مره هي قبل ما قبل ننام، النوم، قبل النوم طبعا دي اهم تهيألي مره، كده. ولا طبعا لا شك فيه، اللي احنا عايزين بعد كل اكل حتى لو مش مراكب كويس، ده المفروض يعني.